للمزيد ينضم إلينا من دير البلح أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أهلا وسهلا بك أستاذ أمجد. إذن يعني الكثير من الانتهاكات لا تعد ولا تحصى، إن كان في الشمال وإن كان في الجنوب، وهنا نتحدث عن وضع استثنائي إنساني في شمال قطاع غزة. يعني نداء كالذي أطلق بضرورة يعني استدعاء أي أطباء إلى مستشفيات الشمال. يعني ما الذي يعكس هذا الأمر؟ يعكس خطورة الأوضاع وبشاعة الموقف وهذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم لأسر بأكملها، وهذه المنازل التي تستهدف على مدار الساعة والتي تأوي الكثير والكثير من النازحين. واليوم نحن أمام مجزرة رهيبة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من 60 مواطن، بالإضافة لعشرات الجرحى، إضافة لذلك الواقع الإنساني والمرتبط بالوضع الصحي بشكل أساسي فيما يتعلق بمنع الطواقم الطبية من العمل وحتى الخروج لإنقاذ أرواح الجرحى، وكذلك النقص الحاد بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من الطواقم الطبية، وكذلك عملية إجبارهم على الإخلاء القسري لمناطق أخرى. فبالتالي إخلاء هذه المستشفيات من الطواقم الطبية في ظل توافد أعداد كبيرة من الجرحى، وكما ذكر أحد مدراء هذه المستشفيات أنهم يضطرون بعض الجرحى يضطرون للحمل على الأقدام من أجل الوصول إلى المستشفيات، في ظل أن المستشفيات هناك نقص حاد في الإمدادات والخدمات الطبية، وهناك تحذيرات بوقف مولدات الطاقة بمعنى حكم بالموت على المرضى والجرحى المرتبطين بأجهزة التنفس. وللأسف الشديد المجازر تستمر، وهذا الواقع الإنساني المتدهور يتواصل في ظل هذا الصمت الدولي وهذا الفشل الدولي حتى الآن في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازره ورفع الحصار عن شمال قطاع غزة. يعني في ظل كل هذا الصمت، في ظل كل هذا العجز، ونحن نعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يعني يعرقل إيصال الصوت والصورة، ما يجري الآن في شمال قطاع غزة من أبشع ما يكون، ونتابع ربما من خلال ما يحدث بأن يعني بعد الاستهدافات أحيانا يتم الإبلاغ عن استهداف جديد ومجزرة بعد ساعات بسبب ضعف إمكانيات التواصل. ما الذي بإمكان الفلسطيني على الأرض أن يفعله في ظل كل هذا؟ يعني المواطن الفلسطيني أخذ قراره من اللحظة الأولى للعدوان بالبقاء على الأرض، وأهلنا في شمال قطاع غزة أخذوا قرارا واضحا برفض الإخلاء القسري من الاحتلال الإسرائيلي والبقاء في شمال قطاع غزة لإفشال هذه المخططات الإسرائيلية لفرض منطقة مخلاة مدمرة من الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال طبعا قام بعمليات إبادة جماعية من خلال استهداف مراكز الإيواء وتجمعات المواطنين واستهداف الخدمات الطبية ومنع إيصال إمدادات الغذاء والدواء لتلك المنطقة، جرائم لا تحصى ولا يمكن متابعتها على مدار اللحظة في ظل هذا القصف الكثيف والمتوالي على كل مرافق الحياة في تلك المنطقة. المواطن الفلسطيني يحاول جاهدا البقاء رغم كل شيء، يعني انتقل من جباليا إلى منطقة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، وقام الاحتلال الإسرائيلي بملاحقته في رحلة النزوح وصول تلك المباني إليها، وتم استهدافه في عدد من المنازل أو إليها. واليوم طبعا الأمور تزداد سوءا في ظل عدم توفر المواد الغذائية والمياه وعدم القدرة على وصول الخدمات الطبية، الأمور تشتد خطورة. وللأسف الاحتلال ماض في هذا العدوان وتكثيف هذا العدوان واستغلال هذا الصمت والتخاذل الدولي للإمعان في ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم. نعم، يعني ماذا نتوقع؟ دعنا نضع سيناريو ربما لما يحاول أن يفعله الاحتلال الإسرائيلي، وأنت مطلع على كل ما يجري على الأرض. يعني ما أهم ما يجب أن يتم التحذير منه على المستوى إن كان التكتيكي الآن أم الاستراتيجي فيما يتعلق بما يفعله الجيش على الأرض؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض عملية إخلاء تام لمنطقة شمال قطاع غزة وتدمير كل مقومات الحياة من بنى تحتية من منازل وتحويلها إلى منطقة عسكرية وفقا لما أعلن الاحتلال الإسرائيلي من خطة للجنرالات
وهذه الخطة تشمل إقامة مناطق عازلة وكذا، وهذه طبعا يتطلب تدمير كل شيء في تلك المنطقة، حتى لو وصل الأمر طبعا عمليات الإخلاء، عمليات القتل التي يقوم بها الأمر الآن، وهذا الإبادة التي يمارسها من قطع الإمدادات كل مقومات الحياة من مواد غذائية ومياه وشرب. السيناريو أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ويماطل في وقف إطلاق النار، ويواطل في وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، ويستغل حالة هذا الموقف الدولي المتخاذل من أجل الاستمرار في هذه الجرائم التي ترتكب، وقطع الاتصالات وقطع كل شيء. وعلى الرغم من ذلك أنا أقول أن أبناء شعبنا الفلسطيني الصامت في تلك المنطقة يرسل هذه النداءات وهذه المناشدات، لعل هناك من في العالم يسمع هذه الأوجاع والآلام اللامتناهية التي يعاني منها كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبخاصة أطفالنا ونسائنا، ويدفعون ثمنا باهظا لصمودهم الذي يستمر في مواجهة هذا العدوان وهذه العنجهية الإسرائيلية. وهذا أيضا ما يحدث هو ليس فقط بحق الفلسطينيين، ما يحدث بحق البشرية جمعاء، ما يحدث من جرائم هي ضد الإنسانية التي اتفقت على ما يسمى بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واليوم هي اللحظة التي ننتظر أن يقول العالم كلمته في ضغط لوقف هذا العدوان ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم ضد البشرية.